بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم اجينا هنا ما شاء الله تبارك الله منطقة تلفريات اسمها نيو ماري. هذه منطقة نيو ماري. طبعا هذه ملاهي صغيرة أجواء باردة. اليوم 19/1/2023. هذه أسواق. ما شاء الله تبارك الله حسان الجميلة. ما شاء الله تبارك الله. هذه جزء من الأسواق. طبعا هذه كلها شال أمريكي. هذا شال أمريكي، عفوا شال كشميري. كشميري شال بالكل لايت. كتنى برايس هي؟ هي 7500 كي. هذه ب 7500. 5500 كي. وهذه 5500 روبية. يعني 5500 تقريبا، نقول 100 ريال. وهذه 120 ريال تقريبا. وهذه 150 ريال. بالكل لايت ستاف ہے، ان کا کوئی وزن بھی نہیں ہے، شال کا پیور شال ہے. اس میں پیور جو اچھی سب سے اچھی والی شال تھی بھی ہمارے پاس، یہ 12000 کی شال ہے سر، اس سے مہنگی شال ہے. وهذه ب 12000 روپے، اقول يعني برضو اقل من 200 ريال. ده یہ سر پیور وول ہے بالکل لائٹ سٹف. یہ دیکھیں سر، تعالی شوف الاشجار كبيرة ما شاء الله، شوف حجمها ما شاء الله تبارك الله. هذه منطقة نيو ماري. طبعا هذا مكان ملاهي اطفال صغار. طبعا التذاكر من هنا 1000 روبية على الشخص الواحد. هذا التلفريك، الدخول من هنا كمان. هذا هو التلفريك. هذا الثاني. هذه كلها تلفريك. التذكرة الواحد للفرد 1000 روبية. طبعا هذا هو من هنا البداية، الآن مقفل. ما شاء الله تبارك الله، منطقة هذه جميلة، وما شاء الله حتى البيوت هنا ما شاء الله تبارك الله على شكل ألوان ما شاء الله تبارك الله. شيء جميل جميل ما شاء الله تبارك الله. هذه كلها منطقة نيو ماري. هذه تلفريك. شوف من هنا، شوف الثلوج. هذه منطقة ثلوج ما شاء الله تبارك الله. هذه منطقة أيوبية. صراحة أجواء ما شاء الله خيالية. شوف الضباب هناك كمان ما شاء الله تبارك الله.
تبين الثلوج ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله، شوف هذا التلفريك هذه كمان طالع. شوف ما شاء الله تبارك الله، كلها ثلوج ما شاء الله تبارك الله. طبعا هو في البداية ما شاء الله كانت ثلوج مليانة، الآن خف الثلوج. طبعا هو تقريبا باقي له شهر يقوم يخف الثلوج. شو ما شاء الله ما زال الثلوج موجودة ما شاء الله تبارك الله. هذا طبعا في اعلى قمة في مري ما شاء الله تبارك الله. شوف الحصان دي كلها ما شاء الله تبارك الله، في منها الوان كمان. هذه برضو في أعلى منطقة نيو ماري ما شاء الله تبارك الله. هذه كلها حصانات هنا ما شاء الله تبارك الله، منطقة راقية جدا، أحلى منطقة هذه ما شاء الله تبارك الله. شوف الأشجار، أشجار يا ما شاء الله قديش طولها ما شاء الله تبارك الله. جلسة ما شاء الله هنا تشرب الشاهي تكيف هنا ما شاء الله تبارك الله. شوف الثلج هذه فوق البيت هذه ما شاء الله تبارك الله. هذه ما شاء الله تبارك الله، شوف الثلوج، لا باريس ولا لندن، هذه باكستان ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذه مطعم كوفيه ما شاء الله تبارك الله، فعلى قمة زي ما قلنا في نيو ماري. طبعا هذه بعض الزخارف هذه بعض الزخارف ما شاء الله تبارك الله. هذه طبعا صناعة باكستان يدوي، مناظر جميلة ما شاء الله تبارك الله. يذكرني هذا الفانوس القديم، أشياء جميلة جدا ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله تبارك الله، هذه كلها تلفريك.
شوف طالع ونازل ما شاء الله تبارك الله. شوف